كلامك حقك، دي حملة من نوع مختلف شوية، اختار من خلالها مجموعة من طلبة العلاقات العامة انهم يكون ليهم دور مجتمعي في مشروع تخرجهم اللي بيحاولوا من خلاله مواجهة التحرش الإلكتروني ورفع الوعي عند الفتيات. خلينا نعرف اكتر عن هذه الحملة من فرح محمد، احدى الطالبات اللي شاركوا في مشروع التخرج. صباح الخير عليك يا فرح. صباح النور. يا اهلا بيكي. في البداية عايز اعرف اختياركم لهذه الفكرة. والله احنا اخترنا الفكرة دي لان هي كانت منتشرة قوي الفترة اللي فاتت، وكمان تعرضنا لكذا موضوع قدامنا زي بسنت يوسف اللي انتحرت بسبب صور من الفابريكا وخافت تتكلم مع اهلها وكده. فهي الفكرة اصلا جات لنا من الاساس ده، ان احنا هنطلع بفكرة كلامك حقك ان هو لا انت متحرش، انت ممكن تقولي لاهلك بلغني. طيب احكي لنا يا فرح عن يعني التحرش الالكتروني، يعني قد ايه هو منتشر دلوقتي، وليه انتوا اخترتوه عشان يكون الحاجه اللي انتوا بتتكلموا عنها في حملتكم؟ هو التحرش الالكتروني عاده دلوقتي منتشر جدا بسبب سهوله السوشيال ميديا، بقت مسهله كل حاجه عامه، وبقت مخليه انه اي حد يقدر يخترق تليفون اي حد او مع اي صور يبتزه من غير ما يعرف اصلا هو مين. احنا اخترنا المشروع ده لان احنا في ناس كتير قوي قريبين منا تعرضوا للموقف ده وما كانوش بيعرفوا يتصرفوا، ما كانوش بيعرفوا يعملوا ايه، محدش فاهم اصلا يتصرفوا ازاي. فده السبب اللي احنا اخترناه عشان نعمل. طيب هو ايه التحرش الالكتروني يا فرح؟ يعني لو حاطين انتوا ليه ديفينيشن كده او تعريف هيكون ايه؟ التحرش الالكتروني هو ابتزاز عن طريق صور او تسجيلات او اي فيديوهات لحد ما يخاف منها او يبتز بيها، ان هو يخاف يعرضها قدام الناس اللي تكون بالنسبه له فضيحه ويهدده بيها بقى، سواء تهديد مادي او تهديد معنوي اي حاجه. فهو ده بالنسبه لنا التحرش الالكتروني. عظيم. فرح انتوا ازاي بتنفذوا الحمله بتاعتكم؟ بتعملوا ايه؟ احنا عملنا المفروض اتقسم عندنا على حاجتين، عملنا في الاول كتاب عملنا فيه ابحاث احنا ازاي هننفذ الحمله، وعملنا سيرفي عرفنا المفروض هنحدد البنات ولا الرجال، لان معظم الناس كانت سيدات. بدانا الترم ده عملنا بي ار ايفنت في الجامعه، عملنا معظم الناس يعني في رجاله كمان بيتعرضوا؟ اه في رجاله بيتعرضوا فعلا، بس الناس الاكتر كانت السيدات طبعا. مفهوم. عملنا بي ار ايفنت في الجامعه، وزعنا فلايرز وتشوكلت، واتكلمنا مع الناس وحاولنا نقول لهم يتصرفوا ازاي وايه هي الحمله بتاعتنا. عملنا راديو اد برضه عشان نوصل الفكره بتاعتنا، عملنا تي في اد صورناه يعني لسه هنظهره، وسوشيال ميديا كامبين طبعا بنزل عليها كل حاجه بنعملها، بنزل توعيه للناس بنقول لهم ازاي يتصرفوا، نحاول نوصل قدر ممكن لاكثر من الناس. طب انت لقيتي ان الولاد مثلا ايه نوع التحرش اللي ممكن يكون بيتعرضوا له؟ يعني هل مثلا البنات يعني بيعملوا ايه؟ ما عايزين نعرف. وكمان نصيحتك للبنات اللي بيتعرضوا للابتزاز ايه؟ الولاد لقيت انه في حد ممكن مثلا يهاك موبايلاتهم ويبتزهم باي حاجه في الموبايل، اللي هو انا مع يعني انا هاك موبايلك، ولسه ده حصل امبارح مع حد كلوز، ويا اما تدفع المبلغ ده يا اما كل حاجه على موبايلك ايا كان هي ايه هتتكشف يعني هتتصحى. نصيحة البنات ان هم يخلوا بالهم قوي وما يثقوش في اي حد، وموبايلاتهم لازم تبقى دايما معاهم، ومش اي حد يبعتوا له اي حاجه، وبجد ما يخافوش يعني اي موقف يتعرضوا له لازم يبلغوا، لازم اهلهم يكونوا عارفين. انتوا كم طالب في المشروع ده فرح؟ وهل كلكم في البدايه كنتوا متفقين على هذه الفكره؟ احنا 4 اشخاص، انا ويورا وخالد وطارق. احنا لا طبعا ما كناش متفقين، قعدنا نتناقش شويه، بس بعد كده حصل معانا موقف من حد قريب فبدانا نقول لا احنا شايفين اللي بيحصل وعايشينه قوي فهنقدر نوصله للناس. موقف فيه ابتزاز الكتروني او تحرش الكتروني بالظبط. من حد قريب مني يعني. طيب ايه الارقام اللي ممكن يتواصلوا عليها معاكم عشان التبليغ؟ يعني لو انتوا يعني لو قلنا مثلا ان حد دلوقتي اتعرض للموقف ده يعمل ايه؟ احنا دلوقتي عاملين في حاجه، هو دلوقتي شرطه الاتصالات عامله رقم 108، ده خط ساخن لاي حد بيتعرض لابتزاز او مشكله الكترونيه يقدروا يتصلوا بيهم ويبلغوا، وهم عاملين ده بسريه تامه مش هيعرفوا اي حد من المواليد بتاعتهم. كمان البيجز بتاعتنا اسمها كلامك حقك على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام، يقدروا يتواصلوا معانا باي طريقه واحنا هنساعدهم بكل الطرق ان هم يوصلوا المشكله بتاعتهم. طب انت شايفه ان الناس دلوقتي مهتميه؟ بشوف ناس كثيره قوي لما بيبقى فيه كيس معينه او حاله معينه اتعرضت للتحرش والبيجز او الصفحات دي بتبتدي تعرض المشكله دي، بلاقي تفاعل كبير قوي مع الناس. شايفه ده بسببه ايه يا فرح؟ يعني ليه النهارده الناس بتدعم ان البنت تتكلم، وان او اي حد اتعرض اكيد لاي نوع من انواع الابتزاز انه يتكلم وما يخافش، وفي دعم كبير قوي من الناس ورواد السوشيال ميديا؟
لان البنت عاده بتحط في زون ان هي خايفه، هي هيبقى عليها مهاجمه، ان هو انت ازاي تعملي كده وازاي تحصلي كده. فهم لما بيلاقوا ان انت في مشكله وهتلاقي حد هيساعدك من غير ما حد يعرف، فاكيد تحتاجي ان انت توصلي له المشكله عشان يحلها لك. احنا كبنات مش بنعرف نتصرف قوي، بنبقى خايفين من شكلنا وشكل اهلنا وموقفنا. فاهميني، لما بنلاقي حاجه زي كده وحد هيساعدنا، فاكيد لازم نحاول. ان الموضوع كمان بقى منتشر قوي، الموضوع بقى منتشر بجد في السوشيال ميديا معانا كبنات. عظيم. كمشروع تخرج في حد ذاته فرح، هي فكره جديده يعني، اول مره نسمع عنها، هي فكره جديده. وانت قلتي ان انت وزمايلك الثلاثه اللي موجودين معاكي فكرتوا في الفكره دي لما حد قريب منكم تعرض لحاجه زي دي، فكانت دي البدايه. شكل المشروع هيكون عامل ازاي؟ شكل المشروع هيكون وصلنا له كل الستبس اللي احنا عملناها عشان نوصل للناس ونوصل فكرتنا للبنات. احنا كل اللي عايزين نقوله ان اي بنت ليها الحق ان هي تتكلم، ده جاي من كلامك، حقك انت، حقك تتكلمي انت، ما فيش حد ما بيغلطش. فشكل المشروع ان احنا عملنا كل حاجه عشان نوصل للناس. طب انت بتدرسي علاقات عامه او بي ار، ازاي بتستفيدي او ازاي في الفتره الجايه تقدري تستفيدي من القسم بتاعك في ترويج الحمله او الفكره بتاعتك؟ احنا بالفعل عملنا ده. انا بدرس علاقات عامه بي ار، ان احنا عملنا بدانا نتواصل مع نيوز بيبر عشان خاطر يوصلنا وصول الفكره بتاعتنا اكتر، وعملنا بريس ريليس عشان تنتشر. عرفنا ازاي نتكلم مع الناس، عرفنا ازاي نحضر بي ار ايفنت، عملنا فلايرز، فعارفين نتكلم مع الناس اكتر. كل الحاجات دي. طيب انتوا دخلتوا دلوقتي بقى عندكم تفاصيل كتيره فرح، وعرفتوا كمان الناس اي نوع من انواع التحرش الالكتروني، سواء الشباب او البنات بيتعرضوا له، وازاي يقدروا يواجهوه. بقى دلوقتي زي ما بنقول كده عندكم قاعده بيانات او مجموعه من المعلومات عن الموضوع ده، بتفكروا في ايه في اللي جاي؟ خطواتكم اللي جايه ايه؟ ولا احنا خلاص هنكتفي بان ده مشروع تخرج واحنا اتخرجنا وخلاص؟ لا لا بالعكس، احنا بنفكر، احنا عملنا الايفنت بتاعنا في الجامعه، بنفكر ان احنا نوسعه بره الجامعه ونكمل نوصل فكرتنا. كمان بنحاول نتواصل مع حد من الجهات المختصه بالمراه ان هم يبقوا سبونسر لينا عشان نكمل ونبدا نوسع التوعيه بتاعتنا، عشان بجد ما نقفش لحد هنا، لان احنا ديلي بنتعرض للموضوع ده كبنات. فالموضوع مش هينتهي على الشهر ده او لا، عايزين فعلا نكمل الموضوع ده للاخر. طيب فرح، انت كان بتقولي انه البروجكت بتاعكم او المشروع التخرج فيه اربعه، انت وبنت تانية ولدين كمان، دور الولدين كانوا ايه في المشروع؟ دور الولدين ان هم كانوا بيحاولوا يساعدونا من طريقه ان احنا محتاجين نعمل بي ار ايفنت، فهم لا احنا هنساعد وهنفكر طب الولاد ممكن تساعدنا ازاي، طب احنا كمان في بي ار ايفنت. يعني هم بيحاولوا يوصلوا للولاد اكتر، بيفكروا بيقولوا لنا يعني النظره من ناحيتهم هم. احنا لما حد بيتعرض له كده اصحابه من البنات بيتكلموا معاهم هم ازاي، يعني حاولوا يساعدونا كتير ان احنا ازاي نوصل برضه الفكره للولاد شويه، ما كانش بنات بس مين اللي كانوا بنات. شكرا ليكي يا فرح. فرح محمد احد الطلاب المشاركين في مشروع تخرج لمواجهه التحرش الالكتروني، وبنتمنى لكم اكيد التوفيق في اللي جاي، وفكره حلوه جدا جدا بنهنيكم عليها. شكرا ليكي.